بشرى سارة لأهالي البصرة الكرام وأهالي الجنوب أيضا، وداعا للأثاث المستورد ذو الجودة الرديئة والأسعار الباهظة. توفرت لدينا مكائن بأحدث تقنية لصناعة الأثاث من مناشئ عالمية، ونستعمل الأخشاب MDF ذات الجودة العالية المقاومة للخدش وبجميع الألوان، مطابخ، غرف أطفال، ونستغلها الاستغلال الأمثل للمساحات تحت الدرج وحتى بالأماكن الضيقة. نصنع الأثاث حسب الطلب وحسب ذوق الزبون ونضيف خبرتنا همات. أسعارنا تنافسية، مستعدون لعمل أجمل قطع الأثاث، ونشتغل أي شيء يخطر ببال الزبون، أنواع المطابخ وبالأحجام والألوان المختلفة، أجمل غرف نوم الأطفال، أنواع الكناتير وحتى الكناتير الدفن، أنواع المكاتب وجميع القياسات، وديكورات الصيدليات ورفوف المحلات والمطاعم والفنادق. وهسه راح ناخذكم بجولة تفقدية بالمعمل. Thank you.
هاي الشافطة، الشافطة على مود أدوات السلامة للعمال. هاي الشافطة، هاي تنظيف الغبار المتطاير في المعمل نتيجة نشارات الخشب. هاي المنشار إذا طلع نشارة الخشب، فالشافطة تأخذ الغبار المتطاير حفاظا على العمال، حفاظا على سلامة العامل هنا على مود يكون أكثر تركيز. تحمل وهاي الماكينه يعني طلبنا من الاسطوات انه يشغلونه، بس قالوا راح تطول ساعه وهذا يتخالف ويا وقتنا. احنا الدنيا ليل هسه والوقت متاخر علينا. هاي نسوي اقواس بالخشب، نسوي فد اشرطه تضرب الشريط قوس، مو حلوه يعني فد شيء يعني حقيقه ما نقدر نسولف عليها. خلينا نشوف شغلها يعني هناك هواي ادوات ما مشغلينها لان طول على ما يشغلونها. هاي كانت زياره سريعه لهذا المعمل اللي اللي المنتوجات اللي مسويها شنو هي؟ هنطلع لنا هاي المنتوجات اللي دزلنا صورها بسام ونحطها لا هذني هسه هذني هذا هاي شوف اثار هاي كناتير مطابخ غرف نوم غرف اطفال كناتير اطفال جزامات باوع هاي هوايه شغلات من قضايا متبقيه. بس اريد اسالك يعني سؤال، انا هذا اثار انتباهي شنو هذا؟ رايك هاي جلوبات يعني يسمونها سبورت لايت هاي اعتقد سبورت لايت. الله شوف شوف شلون قرب على هاي قرب على هاي سبورت لايت هاي تشتغل ولو الغبار تارسها شوي لانه قاعد يشتغلون بيها بعد ما كتبت ال يعني الظاهر تضربها هواء؟ لا ما كذا الظاهر يعني هواية اكو منتجات يعني ما نعرف. خل نروح للمعرض مالتهم ان شاء الله باكر، خل نروح باكر للمعرض مالتهم ونصور المنتجات اللي هم مسوينها ومشغلينها بيديهم.